اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يصفه نعت الواصفين، ويا من لا يجاوزه مجاور الراجين، ويا من لا يضيع لديه أجر المحسنين، ويا من هو منتهى خوف العابدين، ويا من هو غاية خشية المتقين. هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب وقادته أزمة الخطايا، واستحوذ عليه الشيطان فقصر عما أمرت به تفريطا، وتعاطى ما نهيت عنه تعزيزا، كالجاهد بقدرتك عليه أو كالمنكر فضل إحسانك إليه، حتى إذا انفتح له بصر الهدى وتقشعت عنه سحرائب العمى، أحصى ما ظلم به نفسه وفكر فيما خالف به ربه، فرأى كبير عصيانه كبيرا وجليل مخالفته جليلا، فأقبل نحوك مؤمرا لك مستحيا منك، ووجه رغبته إليك ثقة بك، فأمك بطمعه يقينا وقصدك بخوفه إخلاصا، قد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك، وأفرغ روعه من كل محذور منه سواك، فمثلا بين يديك متضرعا وغمض بصره إلى الأرض متخشعا، وطأطأ رأسه لعزتك متذللا، وأبثك من سره ما أنت أعلم به منه خضوعا، وعدد من ذنوبه ما أنت أحصى له خشوعا، واستغاث بك من عظيم ما وقع به في علمك وقبيح ما فضحه في حكمك من ذنوب أكبرت لذاتها فذهبت وأقامت تبعاتها، فلزمت لا ننكر يا إلهي عدلك إن عاقبت، ولا يستعظم عفوك إن عفوت عنه ورحمته، لأنك الرب الكريم الذي لا يتعاظم غفران الذنب العظيم. اللهم فهذا قد جئتك مطيعا لأمرك فيما أمرت به من الدعاء، متنجزا وعدك فيما وعدت به من الإجابة، إذ تقول ادعوني أستجب لكم. اللهم فصل على محمد وآله، وألقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري، وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي، واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني. اللهم وثبت في طاعتك نيتي، وأحكم في عبادك مصيرتي، ووفقني من الأعمال لما تغسل به دنس الخطايا عني، وتوفني على ملتك وملة نبيك محمد عليه السلام إذا توفيتني. اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة، وقد قلت يا إلهي في محكم كتابك
علمك الذي لا ينسى، فعوض منها أهلها واحطط عني وزرها، وخفف عني ثقلها، واعصمني من أن أطائف مثلها. اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك، ولا استمساك بي عن الخطايا إلا عن قوتك، فقومني بقوة كافية وتولني بعصمة مانعة. اللهم أيما عبد تاب إليك وهما في علم الغيب عندك فاسق لتوبته وعاهد في ذنبه وخطيئته، فإني أعوذ بك أن أكون كذلك، فاجعل توبتي هذه لا أحتاج بعدها إلى توبة موجبة لمحو ما سلف والسلامة فيما بقي. اللهم إني أعتذر إليك من جدي وأستوهبك سوء فعلي، فارمني إلى كنف رحمتك تطفلا، واسترني بستر عافيتك تفضلا. اللهم وإني أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك أو زال عن محبتك من خطرات القلب ولحظات عيني وحكايات لساني، توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعاتك، وتأمن مما يخاف المعتدون من أليم سطواتك. اللهم فارحم وحدتي بين يديك، ووجيب قلبي من خشيتك، واضطراب أركاني من هيبتك، فقد أقامتني يا رب ذنوبي مقام الخزي بفنائك، فإن سكت لم ينطق عني أحد، وإن شفعت فلست بأهل الشفاعة. اللهم صل على محمد وآله، وشفع في خطاياي كرمك، وعد على سيئاته بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك، وابسط علي طولك وجللني بسترك، وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشا. اللهم لا خبير لي منك، فليغفرني عزك، ولا شفيع لي إليك فليشفع لي فضلك، وقد أوجلتني خطاياي فليؤمني عفوك، فما كل ما نطقت به عن جهل مني بسروح أثري ولا نسيان لما سبق من تميم فعلي، لكن لتسمع سماؤك ومن فيها وأرضك ومن عليها ما أظهرت لك من الندم ولجأت إليك فيه من التوبة، فلعل بعضهم برحمتك يرحمني لسوء موقفي، أو تدركه الرقة أو تدركه الرقة عيا لسوء حالي، فينالني منهم بدعوة هي أسمع لديك من دعائي، أو شفاعة أو كد عندك من شفاعتي، تكون بها نجاحي من غضبك وفوزي برضاك. اللهم إن يكن الندم توبة إليك فأنا أندم النادمين، وإن يكن الترك لمعصيتك إنابة فأنا أول المنيبين، وإن يكن الاستغفار حطة للذنوب فإني لك من المستغفرين. اللهم فكما أمرت بالتوبة وضمنت القبول، وحثت على الدعاء ووعدت الإجابة، فصل على محمد وآل محمد، واقبل توبتي ولا ترجعني مرجع الخيبة من رحمتك، إنك أنت التواب على المذنبين والرحيم للخاطئين المنيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهو عليه